موقع افطروالي للبيع بكامل الوثائق وبسومة هايلة. تابعوا معنا على فيديو باش تتعرفوا على باقي التفاصيل. السلام عليكم متابعينا متابعي الوكيل إيموبيلي. عروضنا ما زالت مستمرة بشكل يومي، يعني ما كاش كيفاه ما تلقاش العقار اللي والمك. ما عليكم غير تتابعونا عبر جميع صفحاتنا الوكيل إيموبيلي باه يلحقكم كامل جديد تاع عروضنا. جبنا لكم اليوم شقة افطروال للبيع بكامل الوثائق. عندكم الدفتر العقاري وشهادة الملكية في ولاية بومرداس، دائرة ثنية، بلدية سوق الحد، حي بعديدي بوعلام، وتتوسط جميع المرافق. عندكم المدرسة الابتدائية والمتوسطة، أولا بوست وغيرها من المرافق. عندكم أيضا لاكسي ديريكت لطرود شرق غرب، الحي هادئ، جيران ملاح. يعني باختصار العقار تاعنا راه في منطقة تساعدك من جميع النواحي. نروح نشوف الشقة تاعنا اللي راهي في الطابق الثاني، يسمى ما تتعبش كامل به تلحق لدارك. تتكون من صالون وغرفتين، مطبخ، حمام ومرحاض، والمساحة تاعها هي 85 متر مربع. هنا رانا في الصالون اللي راه واسع ومفيني كامل. الأرضية مليحة، الصبيغة ثان راهي في حالة جيدة، ما تشقاش تعاودها. فيه بورت بالكون اللي راه يضمن لك التهوية والإضاءة. كي نخرجوا من الصالون راح نلقاو في الجهة المقابلة ليه المطبخ اللي راه في حالة جيدة أيضا وراه واسع، وفيه نافذة اللي تضمن لك التهوية، وفيه أيضا خزان مائي كما راكم تشوفوا. والأرضية تاعو راهي مختلفة على الأرضية تاع باقي الغرف. الشقة تاعنا راهي تتوفر على الكهرباء، الماء والغاز، وفيها شوديير يعني شوفاج سنترال، وكاين كليماتيزور أيضا. هنا رانا في الغرفة الأولى اللي راهي مفينية مليح، وتقدر تديرها شامبر دونفون، وفيها نافذة عندها إطلالة على الخارج. الشقة تاعنا راهي في ولاية بومرداس، دائرة ثنية، مخدومة مليح، والأبواب اللي فيها والنوافذ راهم بجودة عالية. عندكم أيضا الحمام والمرحاض راهم مخدومين بالفايونس ومفينين مليح. وكإضافة أخرى الشقة تاعنا راه فيها باركينج، يعني ما تخافش كامل على السيارة تاعك، راح تكون غير قدامك. متابعينا، السعر تاع هذه الشقة اللي المساحة تاعها 85 متر مربع وراهي في الطابق الثاني هو 760 مليون قابل للتفاوض. وللمزيد من التفاصيل حول هذه الشقة ما عليكم غير تتواصلوا مع صاحب العقار اللي راح تلقاه رقمه أسفل الفيديو وفي التعليقات.